فيدانت. حكينا بموضوع الصبح، فكرت واخذت قرارك شيء. انت رحت بدون ما تحكي ولا كلمة معي. رح تساعدني بالقصة فيدان؟ بترجاك خلينا ننقذ زواجنا. لساتك عم تفكري بهذا الموضوع؟ معقول نكون أنانيين لدرجة ما نفكر غير بحالنا؟ بس هي مانا أنانية فيدان، هذا هو الصح. معقولة أنت بدك ياني أقتل الطفل لحتى أنقذ زواجنا يا بورفا؟ أنا طبيب وإنسان وملتزم بالمبادئ اللي علمني إياها جدي، إني أعطي الفرصة لطفل يشوف الحياة مو بس واجبي، هو هدف حياتي كمان. فيدانت، بس للحظة واحدة، فكر على إنك زوجي مو إنك طبيب وبس. هذا الطفل رح يخلينا نبعد عن بعض، رح يذكرنا بهديك الغلطة يلي عملها هداك التافه بالماضي. هي كانت غلطتك بورفا. شو ذنبه الطفل لحتى يتعاقب على هي الغلطة؟ بس شو مشاني أنا فيدان؟ أنا ما بدي هذا الطفل، وحتى إذا خليته ما رح كون مبسوطة ولا رح كون قدرانة أقدم له الحب اللي بتقدمه الأم لطفلة، وهيك بكون عم أظلمه. بكفي بورفا. هذا الموضوع بالذات ما عاد تذكري لي إياه أبدا. أنت لما حبيتيني كنت بتعرفي إني مستحيل أرضى أقتل طفل صغير. هي كانت غلطة، أنا غلطت لأني وثقت بالشاب الغلط، فكرت إني رح أعيش معه وكفي حياتي كلها معه هو، وهذا الزواج لا تكملي. اللي بعرفه إنه هذا غلط وبس، بدك تخلي الطفل لأنه نصيبه يشي على هي الدنيا، ما حدا له الحق ينهي له حياته. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.